100% طالعين على دراعنا، ما خدتش على الكلمات دي كلها. بس احنا دوت شقانا، وفي تاني وفي تاني، وعندي استطاعه ان انا املى. بص رزم رزم رزم، بس حقيقيه مش من هنا 200 ومن هنا 200. تعالى لما نطلع يلا يلا سلسله يلا تعالى بقى يا معلم. ايه موضوعها؟ الحنية بتجيب حتى لو في الحيوان. ايه بقى قصتها؟ الحنية بتجيب لو في الحيوان. ايه قصتها؟ ايه قصتها؟ قصتها طبعا دي عارفين طبعا ايه؟ بقى نعلانة معقول ودوني. دي امامة البقر. دي اوتوماتيك. بتحبك يا معلم؟ طبعا. الحنية قلت لك بتجيب صلاة النبي. ايه ده؟ ايه 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 ايه؟ الحنيه شفت مين ده؟ دي سمسم التعبان كان بينزل لي اكل، وكان عندي الديك ابقى قاعده يطلع هنا بص على دراعي، والارانب كانت تطلع تجيلي كنت بسقيها شاي معايا. اه والله كنت بعمل لكم كوبايه الشاي قصادي الارانب عشان تبقى عارفين. فالحنيه دي ايه قصته ده؟ ده دي سمسمه يعني يتيمه، دي مولودة أمها ماتت وهي بتولدها. عارفين بالصحيح الفجرية عشان أديها الرضعة بتاعتها. جبت لها اللبس دوت، اللبس ده بتاع رجالة هدوم راجل. ورجالة كتير على فكرة بتفصل جلابيشي دي. معلميني ولهم أساميهم عشان يبقى عارف وأنا بتكلم كلامي ما بطلعش كلمة من بقي إلا بسكة. كلام الجلابيه دي بتاعت رجاله، وانا شيخ فخر ليا اللي انا بلبس على جلابيه رجاله وعبايه رجاله وطلع. كل واحد بتلاقي عليه حاجه، انا بقى بتلاقي عليا بصراحه، ما انا ممكن اعمل كل حاجه. بتبقى مرتاحه فيه؟ اه طبعا ببقى مرتاحه فيه طبعا، دي جلابيتي برتاح فيها، اشرب بيها اللي شيت بقى على اولادي عشان تبقى حاضر. ممكن البس جلابيه قديمه بتبقى برضه رجالي ولايقه عليا في السوق. فاهمني؟ وممكن جلابيه جديده ملهاش اي معنى عندي. الناس بتقول لعن الله المتشبه بالرجال او بالسيدات. لا والله انا مش متشبهه، انا المواقف بتاعتي اللي تثبت ان انا راجل، ممكن راجل بيبقى مكتوب في البطاقه معلش يسامحوني الرجاله، فاهمني انت ازاي؟ البني ادم موقف، وانا لما اخذت طلعت على دراعي ما قلتش لحد اديني جنيه ولا قلت لحد، وبشتغل شغل رجاله وبشيل على كتفي من الرابع والخامس والسادس، ومؤاخذه اللي عملته ما فيش راجل اساسا يعرف يعمله، برغم انا ممكن كنت ارتاح وابقى باشا. وما زلت لغايه دلوقتي انا ما عنديش عربيه، وبيقولوا لي انت عايشه هنا عسليه، فاهمني انت ازاي؟ كان ممكن بص تكتب لي فيلا واراضي وتجي لي احلى عربيه ب 2 مليون 3 مليون بكلمه، بس انا ما تلزمنيش عشان ما اتعودتش اخد حاجه من حد. بيقول لك الايد الشقيانه كسبانه، وطول عمرنا ايه؟ طالعين على دراعنا، ما خدتش على الكلمات دي كلها.